قولي شنو قاعده تشري؟ قاعد نشري في ماكروز تاع التوانسه، جيت من فرنسا من ليون، جيت فاكونس هنا، نتعدى بوندون رمضان معاكم هنا، بون اكوي، في ترافايي لو كوميرس تونيزيان، فني توس ان تونيزي. قولي برك سختانه من فرنسا وشينو، اسمعني شنو شريت برك؟ بون شريت ماكروز وشريت هذا مي سي ترو سوكري. بالك عنده 10 ايام مقروض من اللي طاب هذاك؟ لا جديد نعرف، وكنت ديما ناخذ ما عنده جديد. ديما ناخذ ما عنده سخون. يعني ما عندك شكون؟ ما عنده هذا، ديما ناخذ ما عنده. ما غسلش نمر واحد. لا. لا 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 بلا قول له مالا. لومبيونس تاع تونس. بيان ليس تومبي، لا ما فماش. هنا كيستي بالنعناع وشويه ماكروز او توب. مريقل باهي وانت؟ انا عسليمه. عسليمه اش تعمل هني؟ جيت نحوس في تونس. قالوا لي تشري في الحوايج تاع العرس. اي جيت نشري حوايج تاع العرس. اي شنو شريت؟ لبسه تقليديه تونسيه شاشيه. جيت من فرنسا؟ اي من فرنسا. منين؟ ليون. والمسوي باش تاخذه تونسي؟ لا ديري. ديري؟ اي ديري. عن هو تو؟ في فرنسا. في فرنسا جيت تشري في الحوايج من هنا من تونس ارخص؟ اي لا مش ارخص، على خاطر حبيت نلبس حوايج تقليديه تونسيه، معناتها على خاطر بلادنا الروب باهين برشا، لا كوتشور سي لا اوت كوتشور، في العام الكامل ما تلقيش لابسه كيما في تونس، فهمت؟ بالحق والله درت العام الكامل ما لقيتش كيما في تونس. مانيش عارف علاش مش مصدقك. لا بالحق والله مرتين وانا نجي راني نشري. Non, si ce jour c'est vrai. La couture tunisienne c'est la meilleure. مشيت عند الفا تركي عند. يا بنتي والله اغلب الحوايج 90% كلها سلعه كاملوت مش شنوان. لا سي با فغي، روب تاع عرايس يهبلوا. بالحق. والله سي دا تخي تخي اوت كوتور، سينو ما نجيش راني. اللي معاك بوك؟ لا عمي. جا ربي مش الكلام نحكي فيه صحيح؟ ابري. ما في بلاش اللي مغشوشه؟ لا مش كل هذا. مش كل. مش كل مغشوش. فما حاجة تونسية بيه؟ طبعا فما الارتيزانات تيبيك تونيزيان معناها موجودة. وانتم توا في السوق نتاع الحلو شنو شريت؟ أخي عز الدين بن عليا. سيتي تونيزيان. ها؟ سي ان كرون كوتوري ولا لا؟ ها؟ دو رونومي انترناسيونال. ها؟ الفوار دو كان فهمت الوقت كي اك لي ستار يلبسوا. سيناتور دو سي دي بلاك راه نفدلكم معناتها بلادنا محلاه وما فماش انتاج خير من تونس. فوالا سي سي اكزاكتومون. كيفاش قلت لي؟ تهبل تونس نحبها. نمشيو العرسه في الجزائر؟ لا في فرنسا عاد هي. اي ونزيد كامل نمشي للجزائر. وي نجم تمشي خير من الجزائر. وتونس عاد فرنسا. نمشيو للجزائر. عاد جو تونسي هو. جو الجزائري محلاه. لا تونسي هو. تونسي هو بالقصبة وبالدربوكة. كيف الشوية في الجزائر زاد كيف؟ سي فغي سي فغي في عنبة سي فغي، فما الشوية والصيفية. هاك تعرف؟ ايه وي نعرف وي. نكملوها يا الفنار طول الليل يقدا ما يطفاش. ما عادش نغني. وانت؟ شنو؟ الحلو التونسي في سيدي رمضان. شبي حلو اي بالطبيعة، احنا نشجعوا المنتوج التونسي ديما، سواء في اللبسه سواء في الاوكليت سواء في الماكله في اي شيء، ماذا بينا ديما نشجعوا المنتوج التونسي. نرجعوا للمنتوج التونسي والمنتوج الفرنساوي اللي امبورتي لهنا بعدين. وي شو وي هذه؟ نقول لك يا ليتو قعد الزين، يا ليتو قعد الزين تونس راح. بناتي ها جاي جت مروح. يا حاج انا بنتك هذه بنتي. هذه هي فرنساويه ما تعرفش تحكي بالعربي. نو. عربيه وامن اسم. ما حبيتش تحكي لي بالعربي. عندها الحق خاطر سي بابيا ما يطلعوا يدوروا يطلعوا يخافوا ما فماش كيما قبل. استنى انا رجع لك، علاش ما تحكيش بالعربي؟ نعم مش ما نحكي بالعربي، ما انت تسريسي فيا تو. وانت منين تونس؟ منين؟ تونس؟ من تونس تونس. منين؟ من تونس. كيف انت؟ هاي تعيش في فرنسا انت؟ لومبيونس نتاع سيدي رمضان ايش رايك فيها؟ يهبل نحن غادي عاد. وهنا عمدول؟ لا فهم نشوف يدزني والكلام الخايب والشيء. لا تونس ما عادش كيما بكري، مش نقول انت قلتي هكا سامحني، امك قالت لك تونس مش باهي وما عادش كيما بكري. لا باهي تونس، ارجعوا لها تولي بيان. اما يفو ان بتي بو دو تون.
يلزم الوقت سي سا فوالا 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 علي ان شاء الله دون 7 ans ça sera bien يا حاج دقيقه بركه دقيقه بركه باهي دقيقه بركه دقيقه بركه خلينا نسالك وانت تونس ما تحبيهاش واش بك مروحت لها لا نحبها داري فيه تحبي تونس ولا نحب تونس اما نحبها تو دروا نحبها ترجع كيما كان سي دوماج على كويس تي ولا على قهوة بعد شقان الفطر أكيد معناتها فما حلاوي تونسية تكون موجودة بطبيعة الحال فما برشا حلويات موجودة الأنواع نتاع الحلو عندنا البقلاوة عندنا كعك الورقة عندنا التويجن عندنا كعب الكرتاج هذايا عين البقرة كعب الألوان فما المقروط فما الزوزة فما البجاوية برشا أنواع قداش الكيلو؟ أسوأ بالنسبة لنا نحن نبيعوا على حساب السوم نتاع السلعة اللي نشريو بها سوي معقولة. إيه قول لي على كيلو بقلاوة قداش؟ تو 46 دينار. 46 دينار تبارك الله. ما تسميش غالي راه. ملي كي تبدا غالي قداش؟ تبدا غالي ما نعرفش ما تسميش غالي خاطر السوم الماتير بريمير غالي اللوز غلاه برشا السنة. واحد كي يجي يقول لك 2000 فرنك أعطيني شوية بقلاوة تقول له شمو برا. لا ناتيو. أعطيك كعبة؟ ناتيو. حتى. بالحق. ناتيو. إيه شنو هي البجاوية هذيك معناتها؟ هذيك عبارة على فاكهة بالكراميل قداش الكيلو نتاعها؟ 48 دينار 48 ألف يعني اللي يخدموا عليها تلذير لازم تقول بالحق شكون مازال قادر باش يشري الحلو في تونس؟ والله قلت شوية يعني قلت شوية العباد اللي تشري الحلو بحكم قص البيوعة سي نورمال بحكم الغلاية نتاع السلعة نحن مفروض علينا باش نبيعوا كيكه خاطر ماتير بريمير غاليه كما قلت. بيه انا كنت تو في البلاد العربي نشوف العباد معناتها الماشي والجايه مريت حتى حد معناتها هز باكو نتاع حلو في دي. في ساشيات هزينه ما ترامش. كيف خبيهم كونترا ولا هذي. وحاش يشريو. يشريو يشريو. فما يشريو كل قدير وقدره كل واحد كيفاش يشري فما فما. فما شكون يشري ب 2000 فرنك وب 3000 فما انا قلت لك فما فما حتى اللي ما عندوش يقفي يغزر الله غالب ماتيو. اقل كيلو نتاع حلو قداش بالنسبه لينا نحن هذيك هي الاسوام خاطر نحن قلت لك 45 48 اقل سومه اقل سوم المقروض تو ليه ثاني من المقروض سما غلي قداش مقروض ب 4000 كل شيء شو طلعتوا فيه مش نحن طلعنا فيه بلاش كون لا غير ما فهميش الزيت ما فهميش السميد ما فهميش شو استقطاع معناها هذا قطاع مهدد بالاندثار كما يغزرولوش العباد معناها لكن بلاش بيه هو ما يحلى شيء سي نورمال كيما اي خدمه كيما اي صنعه لو احنا صنعتنا الحلو اذا كان باش يمشي يزيد تغلى ماتير بريمير دونك سي هيك هاو معاش تيق فهمت وفما غشه في الوسط ولا بالنسبه لنا نحن اكبر غشاش هكا معلم يا غشاش سيري انا تقول يا هاو مثل كان كعبه ذوق خويا واحكم واحد ليه قول لي ذوق وبعد اعطيني 5000 لا 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 ولا لا ذوق 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 واحكم واحد ليه ما نعرفش انا قول لي انت كيفاش قول لي مش صندوق اما قول لي كيف تحضر معني اوه نحضر انا لابوراتوار نحن نخدموا فيه في موريريك لا معني يا سانك سانك تعنا هذي يا خويا بالجارانت لا بلا سيدو رمضان غلاه كوي غلاه ياسر تو وصلت على كعك الورقه برك قال لي 48 46 46 في باتيسري لقيته ب 48 ياسر بصراحه واحد ولا يشتهي وما نجمش ياخذ اي زاد الحراير نسافي تونس انا نعمل وحدي لا والله لا نحضر وحدي انا في الدار طيب وحدك معناتها نعمل كل شيء وحدي شو تحضر نعمل مثلا كعك الورقه ذوقها واعطيني رايك ذوق مرني نعرفه غشاش ذوق وقول لي على المطعم يعني فيه هكا قول له خايب جهرب اما يبسه شوي يبسه شوي هاك تحت بصنايعي نعم ياك تحت بصنايعي قاتلك اللوز فما لوز تري لا 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 فات بادامونت
لا البات البرانيه العجينه هنا نعمل فيها نعرف كي تيب ها فما كايلت وكعك عنبره ما يطيب باش تقع شويه اما حنت روحك وحنت ليه صلي على النبي مش خايفه كان جيت ما عندي الثقه في السلعه اللي ما ذوقتهاش قل لك القاعده التونسيه سيدي رمضان بشويه حلو ما عادتش يدور لي لا علاش الناس كل ما زالت نزلت انت تحضر كاستيل الراجل شاي ونعملوا كاستيل باللوز بالبندق تعبات غريبه لازم هذيك كل يوم اي مره في الشر اه مره في الشر كل يوم والله كل يوم تعبات سمسه في الليل شويه بشكوت ما ترقدوا الصغار بتبيع عليه نصروا مع بعض تعبتينو نصروا مع بعضنا لو انت قداش شريت سامح وريني انا شريت شويه قطايف شريت ما خلصتيش راه اي لشكون باش توكلهم هذوما شويه برشا لا 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 اللي نحنا تو باش نقعدوا اما شرينا حاجه اخرى المسيو مش باش توكل لا شريت من المسيو خبيته في الساكه انا بقى في الدار